أقود الجيش بنفسي لأرد يوسف ابنة شفين هذا إلى صحراء المغرب. رعي الجمال خير لي من رعي الخنازير. ما يقع في الأندلس يقع على المسلمين. هذا اللعين ألفونسو بعد أن أخذ طليطلة لن يرتد عنا حتى يأخذ إشبيلية وقرطبة. أرض إسبانيا لا تتسع لنا ولهم يا أوراكا. يدخل يوسف بن تاشفين والمرابطون أرض الأندلس ويدخل إلى إشبيلية والناس يستقبلونه استقبال الفاتحين، ثم يقصد إلى بطليوس حيث كانت على مقربة من الزلاقة التي كان قد نزلها ألفونسو السادس، فتوجه إليه أمير المسلمين بجيوشه واجتمع بالمعتمد بن عباد بإشبيلية، وكان المعتمد قد جمع عساكره أيضا، وخرج من أهل قرطبة عسكر كثير وقصده المطوعة من سائر بلاد الأندلس، ووصلت الأخبار إلى ألفونسو فجمع عساكره وحشد جنوده وسار إلى طليطلة، وبدأ يلحق بركب يوسف بن تاشفين المجاهدون المتطوعة من قرطبة وإشبيلية وبطليوس، وهكذا حتى وصل الجيش إلى الزلاقة في شمال البلاد الإسلامية، وعدده يربو على 30,000 رجل. ولا نعجب، فهذه هي أهمية القدوة وفعلها في المسلمين وصورتها كما يجب أن تكون. تحركت مكامن الفطرة الطيبة وعواطف الأخوة الصادقة والغيرة على الدين الخاتم، تلك الأمور التي توجد لدى عموم المسلمين بلا استثناء، وتحتاج فقط إلى من يحركها من سباتها. فما لنا إلا توق لأعلاء كلمة الله وشوق للشهادة في سبيله. تحرك 30,000 رجل بقيادة يوسف بن تاشفين ليصلوا إلى الزلاقة، وهو ذلك المكان الذي دارت فيه موقعة هي من أشهر مواقع الإسلامية في التاريخ. وكان النصارى قد استعدوا لقدوم يوسف بن تاشفين، فجمعوا عددا ضخما من المقاتلين بلغ في بعض التقديرات أكثر من 300,000 مقاتل، على رأسهم ألفونسو السادس بعد أن جاءه العون من الممالك النصرانية من فرنسا وإيطاليا وغيرها. وقدم ألفونسو السادس يحمل الصلبان وصور المسيح وهو يقول: بهذا الجيش أقاتل الجن والإنس وأقاتل ملائكة السماء، فهو يعرف تماما أنها حرب صليبية ضد الإسلام. وقبل المعركة كان هناك رسائل وحرب إعلامية بين الطرفين، فكان ألفونسو السادس من قبل هذا أرسل إلى يوسف بن تاشفين رسالة كلها غرور واستعلاء، وهو يقول فيها: باسمك اللهم فاطر السماوات والأرض، وصلى الله على السيد المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصيح. أما بعد، فإنه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل لازب أنك أمير الملة الحنفية كما أني أمير الملة النصرانية، وقد علمت الآن ما عليه رؤساء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية وإخلادهم إلى الراحة، وأنا أسومهم بحكم القهر وجلاء الديار وأسب الذرار وأمثل بالرجال، ولا عذر لك في التخلف عن نصرهم إذا أمكنتك يد القدرة. وأنتم تزعمون أن الله تعالى فرض عليكم قتال 10 منا بواحد منكم، فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ونحن الآن نقاتل 10 منكم بواحد منا، لا تستطيعون دفاعا ولا تملكون امتناعا، وقد حكي لي عنك أنك أخذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة القتال، وتماطل نفسك عاما بعد عام تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فلا أدري أكان الجبن أبطأ بك أم التكذيب بما وعد ربك. ثم قيل لي عنك: إنك لا تجد إلى جواز البحر سبيلا لعلة لا يسوغ لك التقحم معها، وها أنا أقول لك ما فيه الراحة لك، وأعتذر لك وعنك على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهان، وترسل إلي جملة من عبيدك بالمراكب والشواني والطرائد والمسطحات، وأجوز بجملتي إليك وأقاتلك في أعز الأماكن لديك، فإن كانت لك غنيمة كبيرة جلبت إليك وهدية عظيمة مثلت بين يديك، وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك، واستحقيت إمارة الملتين والحكم على البرين، والله تعالى يوفق للسعادة ويسهل الإرادة، لا رب غيره،
ولا خير إلا خيره إن شاء الله. فلما قرأ ابن تاشفين رسالة ألفونسو السادس عبر بجيش المرابطين إلى الأندلس، ثم أرسل رسالة إلى ألفونسو يقول فيها: بلغنا يا ألفونسو أنك دعوت إلى الاجتماع بنا وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر بها البحر إلينا، فقد عبرنا إليك، وقد جمع الله تعالى في هذه الساحة بيننا وبينك، وسوف ترى عاقبة دعائك، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وخيره ابن تاشفين بين الإسلام والجزية والحرب. وعندما تسلم ألفونسو السادس الرسالة وما إن قرأها حتى استشاط غضبا وهو يقول: أبمثل هذه المخاطبة يخاطبني وأنا وأبي نغرم الجزية لأهل ملته منذ 80 سنة؟ ثم أرسل إلى ابن تاشفين متوعدا ومهددا: فإني اخترت الحرب، فما ردك على ذلك؟ وعلى الفور أخذ ابن تاشفين الرسالة وقلبها وكتب على ظهرها: الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك، والسلام على من اتبع الهدى. فلما وقف ألفونسو على هذا الجواب ارتاع له، وعلم أنه بلي برجل لا طاقة له به. قال صاحب الروض المعطر: ولما تحقق ألفونسو السادس من جواز ابن تاشفين استنفر جميع أهل بلاده وما يليها وما وراءها، ورفع القسيسون والرهبان والأساقفة صلبانهم ونشروا أناجيلهم، فاجتمع له من الجلاقة والإفرنجة وما يليهم مما لا يحصى عدده، وجعل يصغي إلى أنباء المسلمين متغيظا على ابن عباد، حانقا ذلك عليه متوعدا له، وجواسيس كل فريق تتردد بين الجميع. وبعث ألفونسو السادس إلى ابن عباد: أن صاحبكم ابن تاشفين قد تعنى من بلاد بعيدة وخاض البحور، وأنا أكفيه العناء فيما بقي ولا أكلفكم تعبا، أنا أمضي إليه وألقاكم في بلادكم رفقا بكم وتوفيرا عليكم. إنها لحظة لم يتذوقها الأندلسيون منذ سنوات وسنوات في أرض الأندلس. يقوم جيش مسلم ويستعد لحرب النصارى من بعد سنوات الذل والهزيمة، ولا شك أنها لحظات تتلقاها قلوب المؤمنين باشتياق كاشتياقها إلى الشهادة. ويأمر ابن تاشفين بقراءة سورة الأنفال، ويأمر الخطباء بتحفيز الناس على الجهاد، ويمر هو بنفسه رحمه الله على الفصائل ينادي وهو يقول: طوبى لمن أحرز الشهادة، ومن بقي فله الأجر والغنيمة. ثم قام الفقهاء والعباد يعظون الناس ويحثونهم على الصبر ويحذرونهم من الفرار. وكان المعتمد بن عباد في تلك الأثناء بين عسكر المسلمين يراقب الجو العام، خوفا على المسلمين من مكائد ألفونسو السادس، إذ المرابطون غرباء لا علم لهم بالبلاد. وفي 12 من شهر رجب من عام 479 هجريا نقض ألفونسو السادس عهده وبدأ بالهجوم في ذلك اليوم. وكان يومها جمعة، وهو قد وعد المسلمين بألا يقاتلهم في يوم الجمعة، وألا يقاتله المسلمون في يوم الأحد لأنها أيام أعياد بالنسبة لهم. ولكن ألفونسو السادس خان العهد والميثاق وبدأ بالهجوم في ذلك اليوم، وإذ الغدر والخيانة ومخالفة العهود هو الأصل عندهم. ولقد صدم جيش المسلمين بهجوم ألفونسو ومخالفته لعهده، وانحط عليه جيش النصارى بكتائب تملأ الآفاق، وبدت الصدمة الأولى صدمة هائلة حقا. ولقد كان الجيش الإسلامي قد انقسم إلى 3 فرق رئيسية، فكانت الفرقة الأولى فرقة الأندلسيين، وتضم الجيش الأندلسي وعلى رأسه المعتمد بن عباد ومعه ملوك الأندلس. وقد اختار المعتمد أن يكون في المقدمة وأول من يصادم الجيش الصليبي، يريد بذلك أن يغسل عار السنين السابقة وما رآه من ذل وهوان، أو لعله كان يريد أن يحوز القدر الأعلى من النصر إن تم، فينسب الأمر له. وكانت الفرقة الثانية من جيش المرابطين، وعلى رأسهم البطل المرابطي الكبير داود ابن عائشة، وكانت هذه الفرقة خلف الجيش الأندلسي. أما عن الفرقة الثالثة فكان جيش المرابطين الرئيسي بقيادة ابن تاشفين متخفي بجيشه خلف أحد التلال على مسافة من الجيش، بحيث لا يرى جيشه، فيظن أن كل جيش المسلمين هما فرقتان فقط.
وقد أراد ابن تاشفين من وراء ذلك أن تحتدم الموقعة أكثر فتنهك قوى الطرفين حتى لا يستطيع القتال، وكما يحدث في سباق الماراثون فيقوم هو ويتدخل بجيشه ليعدل الكفة لصالح صف المسلمين. هجم ألفونسو السادس بجيشه الضخم على الجيش الأول للمسلمين وبالأخص الجيش الأندلسي، فمال ألفونسو السادس على المعتمد بمجموعة وأحاط به من كل جهة فاستحر القتال فيهم، وصبر ابن عباد وجيشه الأندلسي صبرا لم يعهد مثله لأحد، واستبطأ ابن تاشفين وهو يلاحظ طريقه، وعضته الحرب واشتد البلاء وأبطأ عليه الصحراويون، فساءت ظنون أصحابه وانكشف بعضهم وفيهم ابنه عبد الله، وأثخن ابن عباد جراحات وضرب على رأسه ضربة فلقت هامته حتى وصلت إلى صدغه، وجرحت يمنى يديه وطعن في أحد جانبيه وعقرت تحته ثلاثة أفراس، كلما هلك واحد قدم له آخر وهو يقاسي حياض الموت يضرب يمينا وشمالا، ثم ما هو إلا أن انضم إليه القسم الأول من جيش المرابطين وقائده داود ابن عائشة، وكان بطلا شهما فنفس بمجيئه عن ابن عباد، إلا أن ألفونسو كان قد قسم هو الآخر جيشه إلى قسمين، فانهال بالقسم الآخر على جيش المرابطين الذي يقوده داود ابن عائشة بأعداد ضخمة، فاقتتلوا قتالا عظيما وصبر المرابطون صبرا جميلا، وداسهم اللعين بكثرة جنوده حتى كاد يستأصلهم، وكانت بينهم مضاربة تفلت فيها السيوف وتكسرت الرماح. استمرت الهزيمة على رؤساء الأندلس إلى جهة بطليوس، ولم يثبت منهم غير ابن عباد وجيشه، فإنهم ثبتوا في ناحية يقاتلون لم ينهزموا، وقاتلوا قتالا شديدا وصبروا صبر الكرام لحرب اللئام، وبدأ المعسكر الإسلامي مرة أخرى في حالة الهزيمة، وهنا بدأ تحرك الجيش المرابطي الرئيسي الذي يقوده ابن تاشفين، وذلك بعد أن كانت قد أنهكت قوى الطرفين من المسلمين والنصارى، وبعد طول صبر ينزل ابن تاشفين بالقسم الرئيسي من جيش المرابطين الذين كانوا معه وهم في كامل قوتهم فيحاصرون الجيش النصراني، وقد قسم ابن تاشفين الجيش الذي كان معه إلى قسمين، فالجيش الأول وقائده هو ابن أبي بكر في قبائل المغرب، وزناتا والمصامضة وغمارة وسائر قبائل البربر يساعد جيش المسلمين الذي يقوده داود ابن عائشة، وهنا بدأ ابن تاشفين بجيشه بالالتفاف خلف جيش النصارى ويقصد مباشرة إلى معسكرهم فأضرمها نارا وأحرقها، وحين علم النصارى أن المسلمين من ورائهم وأنهم محاصرون ارتاعت قلوبهم وتجلجلت أفئدتهم، ورأوا النار تشتعل في محلتهم وآتاهم الصريخ بهلاك أموالهم وأخبيتهم، واشتدت راح الحرب أكثرا فأكثر، فالتحمت الفئتان واختلطت الملتان واشتدت الكرات وعظمت الهجمات، والحرب تدور على اللعين ألفونسو السادس تطحن رؤوس رجاله ومشاهير أبطاله وتقذف بخيلهم عن يمينه وشماله، وتداعى الأجناد والعبيد للنزال والترجل عن ظهور الخيل ودخول المعترك، فأمد الله المسلمين بنصره وقذف الرعب في قلوب المشركين. المعركة شارفت على النهاية فلم يبق إلا القليل، فأشار ابن تاشفين إلى 4000 فارس من رجال السودان المهرة وهم حرسه الخاص فيترجلون عن خيولهم ليقتحموا فيما يشبه المهمة الخاصة، اقتحموا قلب جيش النصارى ونفذوا إلى ملكهم، وبالفعل نفذ 4000 مقاتل إلى قلب المعمعة، واستطاع أحدهم أن يصل إلى ملك قشتالة فطعنه بخنجره في فخذه طعنة نافذة، ثم لجأ ألفونسو السادس إلى تل يحتمي به كان قريبا من معسكره ومعه نحو 500 فارس كلهم مكلوم، ولما جاء الليل تسلل وهو لا يلوي على شيء وأصحابه يتساقطون في الطريق واحدا بعد واحد من أثر جراحهم، فلم يدخلوا طليطلة إلا وكانوا أقل من 100 فارس، وبعض الروايات تقول بأن الذين نجوا كانوا أقل من 30، وغنم المسلمون كل ما لهم من مال وسلاح ودواب وغير ذلك، واستشهد من المسلمين في هذه المعركة حوالي 3000 رجل، وبذلك كانت الزلاقة من دون مبالغة كمعركتي اليرموك والقادسية.